انا ما نقدرش نجي هكذا طاح من السماء ونجي وكنبدا نهضر على وحده اللي ما كنعرفهاش. يعني خديجه ما عندي ولا علاقه ولا عائليه ولا ني اميتي ني فامي ني انا يعني ولا علاقه. وعلاش سيدي انا غادي نجي من الماريكان كنجري باش نحطم واحد البنت اللي ممكن تكون بنتي؟ سي امبوسيبل. العكس، انا جايه كنجري للمغرب باش نمشي نيشان عند خديجه باش نعاونها ماديا ولا حتى ميم بسيكولوجيكمون. وعلاش لا؟ يعني ميم جو سوي با ميدسان يعني متخصصه في علم النفس، مي نقدر نجيب لها الحنان وواحد لاميتي واحد لو سوغير واحد الهضره اللي ممكن نعاونها فيها، ونقدر كل ويكاند نطلع عندها للدار وانا مقربه. وبلوس كنقرب لدارها بلوس الافكار كتجيني. وقلت دابا مسكينه شكون غيقبلها باش يتزوج بها؟ قلت لندا دابا غادي تلقاي لها راجل. يعني شوفي افكاري تلما بقات فيا بحال غادي نمشي عند بنتي لي قلت كيفاش غتزوج وشكون غيقبل يتزوج بها؟ ولازم دابا كنحيدوا لها الوشام، نتعاونوا مع الاطباء كامل باسكو هذه مستحيل، ولا اللازغ ولا طريقتي باش يحيد لها هذاك الشيء بسهوله. لازم الاطباء يتعاونوا بين عمليات جراحيه ومع اللازغ ومع الطريقه ديالي باش هذاك الشيء يتحيد بدون ما يخلي لها اثار كبير، باسكو ضروري غيكون عندها اثار في الجلده. انا كي دخلت لقيت اون جون في نورمال، ما حسيتش ميم بعمرها 17 سنه، يعني في شخصيتها وفي الطريقه كيفاش كتهضر، ثقه في نفسها، لاباس بها، وجهها ما شاء الله قلتها ونعاود نقولها كيشعل بيض ولي جو غوز، ما بين ني سو نيتريسيون بلي ماكلات الشهرين، واحد ماكلات الشهرين راه سو بيرفيزيون، راه كيشربوه لا سوب، راه في الفريش هكذا بالمغربه كيعطيو لها سوب دي ليغوم بحال البيبي، ورجليها مرفوعين وواحد كيدير لها الماساج والادويه وكل شيء. لقيتها مجمعه في لاتيغاس بالليل مع واحد الرجال ديال لي زاسوسياسيون قاعدين، واحد الدراري هكا يعني بحال ناس سهرانين عادي. الام كطيب في لاكويزين، الاب هو اللي كان جا تلقى لنا قدام هذيك البنكه ديال البنك بوبولير. المهم دونك ديجا انا كي شفت بحال يعني غير الدخله كيقول لهم فينها خديجه؟ انا باغي نشوف خديجه. قالوا لي هذه هي. انا حسب لي شي وحده جارتهم قاعده تماك. قلت لها خديجه؟ قالت لي وي. افيك ان بتي سوغيغ كتبت انه سي 27 او سوار، باردون لو 27 او سوار، كتبت في الفيسبوك اتونسيون سي لا بانتور اكريليك il faut pas toucher au laser il faudra préparer la peau avant de la traiter parce que صبغه اكريليك لازر ما خدامش معاها. الصبغه اكريليك هي الصبغه ديال الحيط، والصبغه ديال الحيط مخلطه بدي سولفون، الجسم ديالنا ما كيتقبلش هذيك الماده، ما يتقدرش تقبلها. دونك انا كون جي توشي سا ما لقيت عندها نبات او نبات بزاف، عندها نبات الجلد منهم شويه سيكاتريس اتروفيك باسكو هذاك الشيء دار بطريقه عشوائيه باليد، مشمن مي ماشي مشم هاك مشم هاك باسكو باش هذاك النبت راه البرا كتدخل هاكا ماشي مخصص. هذاك مداير بالخاطر، لي تاتواج كامل ديالها مدايرين بالخاطر، كل شيء مداير بالخاطر، حتى تاتواج ما شفتو مداير بطريقه جو با ما كلشي مداير بالخاطر مرسوم. الخطوط ما يجوش سوليني والنقاط بعد هذاك الفن، هذيك المراه اللي مرسومه بلي ديتاي لي بتي بوان لي بوتون السنسله هكا، وهذيك اللي مداير ثاني ديال الرجل هنايا كتلقى يعني تفنن، ماشي شي تاتواج مداير. والتاتواج ما كيديرش 5 مينوت، راه كيطول يطول باش تعاودي، يعني كل حركه كتعاوديها شي 10 مرات باش تقبط لك، يعني هذاك الشيء كامل راه وقت طويل، يحتاج وقت طويل باش يترسم كله في الجسد. وي هذيك راه ماشي شهرين، هذيك نوقف كل المحاكم نوقف ونشهد انه هذاك التاتواج اكثر من شهرين. الوغ عندها ممكن في اليد شي ما نقدرش نحسبهم باسكو كانوا عدد كبير، انا كنت مصدومه دونك ما حسبتش شحال عندها، مي كانوا عندها بزاف لي تاتواج صغار في يديها، كانوا ممكن شي 3-4 اللي كانوا جداد، مي اكثريه تاتواج ديال جسمها كله قديم اكثر من شهرين، قولي من 6 شهور وطلع بصح مينيموم 6 موا. نباتات الوغ كان عندها ثلاث انواع نباتات بوغ رونتري بلوس دون لي ديتاي، كاين دي بتيت سيكاتريس ايباتروفيك سا فادير الجلده كي تخدمي لها بالبرا عشوائيا كتنفخ لك شويه، كتكون البرا ما عقماش ستيريليزي،
وكتخدمي بالجهد لابو ديالك كدير لك سيكاتريس ابارتروبيك سا بدير سيكاتريس منفخاشي شويه هكا. فاش بان لي كي خبط لها يدها باين الخدمه دارت من ما دارتش منا باسكو كاع لي سين جايين لي سين كيتكتبوا جايين منا ماشي مكتوبين من الجهه اللي انت لا كتبتي ليندا فوق يدي غتكتبيها من جهتك كلشي مكتوب من جهتها. سمعت باللي المحامي ديالها دونك مقلق انه يعني عطيت الراي ديالي كبروفيسيونيل ديال ازاله الوجه سي ان افي بروفيسيونيل كو جي دوني جو لو مانتيان اي سي اون دو الي او تريبونال باش نعاود انه ناكد يعني العمر ديال التاتواج افيك بليزير نمشي ونزيد نمشي ونزيد نمشي نمشي للمحكمه. دونك هذه اول نقطه. ثاني نقطه ما لازمش غير انا لازم دابا اطباء خصاصيين يديروا لا بيوبسي هذه ثانيا. انا كأم بنتي يعني مثلا تخرج من الدار تمشي دير شي طايح وتجي عندي تبكي وتقول لي ماما راه كيدنابوني وداروا لي هذاك التاتواج وكل شيء انا كأم ديجا اول شيء غنمشي نقلب على هذاك الدراري وندير لونكيت على بنتي ونقلب نفهم ونديها تقلب باسكو فرانشمون جو سي با شحال قالوا كانوا الدراري تغصبوها 5 10 11 في شهر شهر ونص شهرين جو بونس شويه بزاف بوغ اون بتيت في دو 17 ans 11 ميم العروسه لو لوندومان ديال العرسه ما كتقدرش تتمشى كيفاش ابخي 11 لاباس كلشي مزيان قاعده على السيما عادي ما كان والو كوميم نكونوا شويه حنا يعني فبال الواحد يجي ويكذب علينا انا ما حملتش شمته هي اللي حسيت الكذوب انا ما بغيتش واحد يكذب عليا سوي سبيسياليست بروفيسيونيل ديرموغرافي سبيسياليزي في ازاله الوشم هذه هي خدمتي دونك انا التاتواج عطيت الراي ديالي دابا الاطباء لي جينيكولوجيك الثاني لازم يديروا خدمتهم وتبارك الله عليهم جو سوي سور غيحطوا لا لوميير في هاد لافير دونك لا وحده تقول لك انا نشهد على بنتي عرفي بلي نشهد مع الحق غنشهد ونجهد مع الحق